ازيك عامل ايه؟ ازيكم يا جدعان، معاكم احمد السعيد برجو، فيديو جديد اديني في الحماس كده بقى. ضرب نار حر جه ولسه ما جبناش تكييف. مالها دي زعلتنا في حاجه؟ مالها، ما زي الفل. ايه الفيديو بتاعنا النهارده؟ هو علامه استفهام كبيره جدا لازم نحطها، يعني مش عارف نحطها فين، بما انكم بقى شايفيني كده نشيط وبنزل فيديوهات ورا بعض. ما تعمل لايك واشترك في القناه لو انت مش مشترك او اول مره تشوفني يعني. طبعا كلكم عارفين ان انا محب قوي للمحتويات العائليه، وهي اي اسره مش عارفين يعملوا ايه في حياتهم يفتحوا قناه يوتيوب. طبعا انا بشجع القنوات العائليه دي لان هي بتانترتينمنت الناس. يا عم ايه بقى، ايه يا وحش. نرجع لموضوعنا. طبعا كلنا عارفين ان قنوات الطبخ، القنوات العائليه، قنوات الفلوجات، عملت مقلب في مراتي وديتها على وشها وسحلتها على السيراميك وجرجرتها كده من شعرها على سلالم الرخام اللي عندنا في البيت. طبعا كل ده هيبقى هزار ومش هيبقى عنف اسري. طبعا نشوف شويه مقالب من رجاله بتعمل مقالب في مراتها، اقسم بالله لو كانوا بره مصر كان الراجل هيتحبس من العنف الاسري اللي بيوجهه لمراته. مقالب زي دي بنلاقيها ترند، غير طبعا ترندات طاجن الباميه وطاجن الرز وطاجن الملوخيه عملناهم بالارانب. كل ده طبعا الحاجات دي انا بشجعها، انتوا عارفين، وبعاشق للقناه احمد حسن وزينب حمدي وفاء. يا خبر الناس اللي بتطلع تتغدى قدام الكاميرا على اساس ان هو تحدي اكل، بعشقهم. طيب انت دلوقتي بتسال علامه الاستفهام دي هتتحط ليه وفين وازاي؟ انا هقول لك هتتحط فين دلوقتي. فاكرين انتوا القناه دي بتاعت محمود الجمل اللي كان بيعمل المحتوى اللي هو بقى مرات الاب تفرق ما بين المعامله بين بنتها وبنت جوزها، شوف رد فعل الطفله ايه. طبعا الطفله راحت مولعه سجاير وطفتها تحت بطاطا امها لما كبرت والحاجات دي. طبعا الحاجات دي من سنه وسنتين، بس يعني لو دخلنا في الفيديوز العاديه هنلاقي ان هو ايه، من 11 ساعه عادي منزل فيديو بعنوان بنت صغيره بتغير من اختها. يا نهار اسود، ايه ده؟ ده جايب ايه ده؟ ايه الارقام دي؟ يا نهار اسود، امسح البوست يا فنان، احنا في رمضان. الفكره بقى ان الناس دي كلها عملوا قناه للعائلات، فلوج في شقتنا الجديده، اشترينا من المطبخ الجديد، يعني ما الف مبروك. طب ها هتقدم لنا ايه النهارده؟ حتى اطلعوا شخوا قدام الكاميرا، فاهم، حللوا القرش اللي بيجي لكم اليوتيوب ده. لكن ايه فلوج شقتنا الجديد؟ يعني انا هعمل ايه حضرتك؟ عملت مفاجاه لجوزي واشتريت النجف، شوف عمل ايه من الفرحه. يعني انا متوقعش يوم جوازي لو مراتي جابت لي نجف هديه، يعني شكرا، لكن ايه هعمل ايه؟ هعمل ايه من الفرحه مثلا؟ يعني فرحه اهلي بعد ما عرفوا جنس المولود ايه ومين اللي كسب 5000 جنيه كده. يعني انا دلوقتي محتار. ناخد جوله في الافلام اللي انا لسه حالا وانا بصور الفيديو ده اكتشفت ان هي مصيبه، يعني 11 ساعه ونص مليون مشاهده، ده رقم كبير، ده يجيب تكييف في خلال اسبوع. ده انا عايز اشوف الفيديو ده اللي نزل من 11 ساعه، يمكن اول يوتيوبر اكسكلوزيف في مصر يعمل حاجه زي دي. حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو. بنتين عادي قاعدين في تحت الشمس في وقت صيام بيلعبوا بالفوانيس. انا طبعا لما بمشي في الشارع بلاقي اي عيل صغير في الشارع ماشي بيقول حل بنفس الطريقه دي، يعني مش مشهد كلاشيه ولا حاجه. مش قادره، بطني وجعني خالص، مش قادره اكمل صيامي بصراحه. اتفضلي يعني ما مش انتوا بتصوموا لحد الظهر؟ هي مش ماما صحتك امبارح عشان تتسحري؟ اه صحتني، بس انا بصراحه كنت نايمه ما كنتش قادره اقوم، فضحكت عليها وقلت لها انا مش جعانه، بصراحه كنت جعانه والله العظيم. لو فطرتي هقول للماما، ده هما ساعتين. يا بنات قوموا من تحت الشمس طيب كده وروحوا البيت. انتوا بتعملوا ايه؟ صح مش هقدر، انا اقول لماما انا عايزه افطر، مش هقدر خلاص هتزعل. يعني البنوته بتلعب مع صاحبتها فجاه، انا جعانه ولازم اكل، انا خلاص مش قادره خطب. ما كان لسه وحوي يا وحوي وحلو يا حلو، رمضان كريم. حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو. خلصت على طول. بص نعمل سكيب مرتين. بصراحه كنت نايمه ما كنتش قادره اقوم، مره على طول بنغني وبعد كده جعانه على طول، ما بنضيعش وقت. صلاه عليك. بتعملوا ايه؟ صليت العصر ولا لا؟ اه يا ماما صليت العصر. طب الحمد لله. بتعملوا ايه؟ بتلعبوا؟ لا ما قاعدين ماسكين الفوانيس بنطبخ. حضرتك ايه؟ امنيه عايزه تفطر. يا بنت هي ما قالتش تفطر، انت مستفزه ليه؟ ما قالتش تفطر، هي بتقول جعانه مش قادره عايزه تفطر. بتجاز قاعد. ايه عايزه تفطر؟ خبر اسود. انا مش صحتك امبارح يا امنيه على السحور، قلت لك قومي عشان تسحري، قلتي لا يا ماما. بصراحه يا ماما انا ضحكت عليك، بس انا كنت عاوزه انام، فقلت لك يا ماما لا شبعانه. ضحكتي عليا وعايزه تفطري، يعني غطتين في يوم واحد، ده انت يومك مش معدي النهارده. اه مش قادره يا ماما، عايزه افطر مش هقدر والله، بطني وجعاني خالص. انت
انت عارفه بس عشان مجرد التفكير هتقومي تتذنبي طول النهار. يخرب ايه طفله يا جماعه، طفله لسه يعني، ما بالراحه جعانه. خلاص كلي يا حبيبتي بس كده غلط يعني، بعد كده ابقى تصحري عشان ده كده حرام، ربنا هيزعل منك لو فطرتي تاني كده. ايه تتذنب في الشمس عشان جعانه يا كفر؟ هنا في الجنينه في الشمس لحد ما الاذان ياذن، حتى لو ابوكي جه هتفضلي برده متذنبه. امي امي يعني انا عايز امسك البنت اللي لابسه ازدال الاخضر ده يعني. يلا هتاخدني يا ماما خلاص، سيبي الفانوس ده هنا اتفضلي. خلاص يا ماما انا هنا في الشمس هنا. يلا ايه هي عايزه تفطر، هي ما فطرتش يعني، حتى لو عايزه تعاقبي هي لسه ما عملتش الذنب بتاعي. انت ايه يا بنتي، ده هي خرجت عن المله ولا ايه؟ وشك للشجر، ما تدينيش وشك خالص. سكتري يا ماما وشك ده. خلصي يلا، انا بحقوق الانسان، حقوق الايه، حقوق الطفل، فين حقوق الطفل؟ ريبورت ايه بقى؟ شايلد ابيوز، وبص بقى وايه، ويا نهار اسود. فايدك فوق، شدي لي فوق اكتر. قصدي يا ماما النبي بقى اياكي. تعالي إيه حبيبتي، إيه انتي إيه حبيبتي انت تسمع الكلام الجميله وبص. والله العظيم عايزه بصي ثم اللهم صل على النبي عليها، لكن انتي لحد ما اذان المغرب هتفضلي بتزنقي، وهتفضلي كمان هنا في الجنينه لوحدك. يا نهار اسود يا نهار اسود. انا قصدي خلاص يا ماما النبي، مش هقدر والله العظيم مش هقدر اصوم يا ماما. حبيبتي انا ماما يا يا جدعان والله العظيم اتأثرت. الواحد يا ماما ما تسيبنيش هنا والنبي عشان خاطري يا ماما. انا داخله انا وريماس حبيبتي جوه. انت يعني ده انا انا اللي ما بيهمنيش اتأثرت. انت بقى ولا بتتشحتفي وبتعيطي مش سامعة اصلا. خلاص مشيت يا حبيبتي خلاص. عارفين كليبات شعبيات اللي هو قول لي مين يعمل عليا غيرك انت يا بابا. خلاص بقى يا مخرج، ده انت حزين قوي. السلام عليك. تعالي قولي نلعب زي كل يوم خلاويص. تعالي العبي معانا يا امنيه. هما جم منين؟ هي الجنينه دي بترندر ناس ولا بيطلعوا منين؟ صالح معانا يا امنيه خلاويص. انت واقفه كده ليه؟ انا انت متذنبه ولا ايه؟ بتتعاقبي؟ هو انت هتفطري في الجنينه لوحدك صح؟ يعني مش هتعرفي تلعبي كده زي ما احنا هنلعب دلوقتي وانت واقفه؟ انت واقفه كده ليه؟ بس هو مذنباني عشان انا كنت عاوزه افطر. احسن 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 احسن. انا اقسم بالله لو معايا جرده الميه. ايه العيله دي؟ في ايه؟ ايه الاسره؟ ايه المجتمع ده؟ المجتمع ده في هنا في عايشين وسطنا عادي كده؟ عظيم مش قادره اكمل صيامي، تعب. عشان انت تستاهلي، عشان انت فكرت مجرد تفكير انك تفطري. الله يسامحك، انت تستاهلي اكتر من كده اصلا. يا اقتلوها يا جماعه، اقتلوها خلاص. هي دي فجرت. طب ايه؟ طب احنا يعني هنصيح لحد امتى؟ هيجوا بقى اولاد هيجوا بقى سوبرمان ينقذها؟ ما خلاص بقى يا عم المخرج والنبي يعني هعيط. حاضر يا ابني معايا. بس انا ليه شفت المشهد ده بتاع اللي هو استنى عشان الكوبي رايت، هغنيها انا عشان الكوبي رايت. جايين بالسلاح جايين انتوا ليه؟ ايه يا امنيه؟ صالح مالك؟ هو اي واحد هيعدي هيجي عيني ينقي يأنب البت وضميرها؟ ما تسيبوها في حالها بقى، مالك فتره استاهلي. يلا يا ابني نروح نلعب. انا شايفك يا بنتي واقفه قلت في الشمس كده لحالها. طب عايزه تفطر ليه يا حبيبتي؟ هو يا جماعه بتقول جعانه فانا بصراحه كنت نايمه وما قدرتش اقوم، فانا قلت انا مش جعانه، وانا كنت جعانه بصراحه، بس انا ضحكت عليه. انا هنده ايه ونكلمها؟ اكلوها، اكلوا البت. معلش يا حبيبتي معلش. معلش ايه يا ابني؟ روح هات لها ميه اكلها. خلاص يا جماعه البت بتتعذب يا جماعه، ربنا ده ما يرضيش ربنا. طب هي دلوقتي امنيه بتفكر ان هي تفطر، بتقول لي يا ماما انا صحتها هتتحل عليها السحور امبارح ما رضتش تقوم. يا بنتي ما رضتش تقوم.
هي بتفكر بس مجرد ان هي تفطر. اه دي لو فطرت ده نبح يا لهوي. تقولي انا تعبت يا ماما وعايزه افطر. لسه صغيره ده احنا ما نستحملوش الشمس. يا بنتي عيله حرام عليك يا بنتي والله. معلش يا حاجه انا معلش يا استاذ محمد انا اسفه والله بس كل واحد كده بيعرف يربي. والله والله انا يعني الموقف ده بجد لو كان بجد معايا بقى ومش فيلم قصير ولا بتاع انا كنت اكلم الشرطه والله. اللي هو في ام بتعذب بنتها. في ام حرفيا بتعذبها. تردوا ازاي؟ طب لو انا غاليه عندك طيب اول مره اطلب منك طلب. طب والله اي حاجه عشان خلفتك انت استاذ محمد هتفضل نص ساعه في الشمس. يعني بدل يا عيني ما تاخد بنتها اللي بتتعذب دي تقول خلاص عشان خاطرك انت طيب يلا روحي كلي اللي في التلاجة اللي موجود. لكن دي بتقول عشان خاطرك تقف نص ساعه في الشمس وتولع تتعذب برضو من الجوع ومن العطش عادي في الشمس. وساعة دلوقتي بتقول لاختها انا عايز افطر. يعني لا انا واختها انا عايز امسك اختها دي بقى ايه يعني ما افطرها انا. طيب هي غالبا امها منشفه دماغها. وطبعا ايه المخرج في الحته دي برضو ايه باين ان هي يا با انا زعلانه وهفتانه عطشانه. ايه ماتت من الجوع ولا ايه؟ ايه حضرتك في ايه؟ 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 ايه ده؟ امنية؟ لا امنية 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 يا امنية. هي ماتت كده بس لما راحت تشوفها لقيتها كده. انا هقوم رايح لحبتين دي يا احمد نبضها هتاكل كوبايه ميه ولا اي حاجه ندي ميه بسرعه يلا ندى. خال والله امها ممكن تيجي. لا والله لو شربتيها ميه عشان نعرف هي ما فايقه ولا ميته ولا والله ابدا تقف ساعه في الشمس. يا سلام ايه ماتت يا ما تموت تفطر. امي ايه اللي حصل يا غزل؟ هي كانت عايزه تفطر فماما وقفتها بنت. ايه ما ايه مش عارف اوكي. ايوه خير هي الحي بنتك شايف في الجنينه هات لها بس ميه والله تعالي يا رماس. يعني 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 المية ما حضرتش غير لما بنتك فرفرت خلاص يا ولادي. امنية يا بنتي امنية مالك يا حبيبتي هاتي بسرعة. ايه ده امنية فوق انا اللي غلطانة يا ريتني غلطانة هتلاقي بقى عصيها. ايه ده دي دي بتمسح وشها بالمية انا قلت هتشربها يعني لسه فيكوا العادة الوسخة دي. يا ريتني بطلتك يا امنية انا اللي غلطانة انا اللي غلطانة. خلي 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 بس كل الشرابية امنية امنية فاقت امنية لقيت عصيرة ده كده عظمة قوي والله يا جماعة. بص الرياكشن بتاعه يا بتشرب العصير يا سلام ايوه كده ياه اشربي امنية. الحمد لله الحمد لله امنية حبيبتي ما شاء الله العصير فيه سوبر باور بتشربه تفوق من الغيبوبة اللي انت فيها على طول. انا اللي غلطانة يا ماما انا اللي غلطانة امنية حبيبتي واحدة واحدة امنية حبيبتي. طيب المغزى ايه طيب من الفيلم ده ولا هيتكلموا قدام الكاميرا ولا؟ ايوه المغزى هنا اهو. ايه بقى مغزى الفيديو؟ ضعيف الشمس تذنبيها في الشمس. انا والله انا مش عارفه ايه. طب يا ستي كنت خليها تفطر اليوم ده وقولي لها يا حبيبتي بعد رمضان إيه؟ هم بيخاطبوا الاسر المتشدده قوي يعني اللي هي لو يعني البنت جعانه او عطشانه فعلا دوها تاكل ده عذاب يعني طفله. فكره لذيذه بس طبعا المخرج مش لذيذ. عملوا لاول مره قناه عائليه. طبعا اي قناه عائليه لازم ايوه ام محمد هاتي عيالك وتعالى وام محمد تكلم ام عبير وام عبير تكلم ام ممدوح ويتجمعوا في بيت واحد ونصور ايه فلوج. فلوج ايه بقى الولاده جوله في بيتنا الجديد. رحت اجيب النجف عشان جوزي لمؤاخذه كان مش عارف انا كنت مش عارف انا ليه قلت لمؤاخذه اصلا. هو الفيديو ده تسليكي قصير كده لسبب عندي استفسار وهو علامه الاستفهام وهو ليه الترند في مصر خلاص بقى هو ده بقى هو العائلات. وبس ده كان فيديو تسليكي كده. هتلاقوا لينك الجروب بتاعنا في الديسكريبشن وفي اول كومنت عشان احنا قعدنا فتره كتير مش شغالين على الجروب بس هنرجع له عشان ممكن الفيديو اللي جاي يكون ريفيو على الميمز اللي هتتعمل هناك. هستناكم تجولي هناك وهقبل كل الايه الريكوست بتاعتكم. اشوفكم الفيديو الجاي سلام.